بطبيعة الحال اليوم ولاية الطارف كباقي الولايات تشهد عمليات تضامنية وهبات تضامنية من مختلف ولايات الوطن، وإحنا كمرصد وطني للمجتمع المدني أطلقنا نداء للجمعيات عبر الوطن للمساهمة بمبادرات وقوافل إغاثة لمساعدة المتضررين من هذه الحرائق. وبطبيعة الحال هذه العملية تتم بالتنسيق والتعاون مع السلطات العمومية، اليوم بحضور السيدة وزيرة التضامن التي تقف على هذه العمليات، وأيضا ايضا في اطار تقديم واجب العزاء والتخفيف من اثار هذه الكارثه الطبيعيه التي المت بالولايه. وبوجود السيد والي الولايه اليوم فيه مركز للتنسيق وجمع المبادره او المساعدات التي تاتي من كل ولايه الوطن ليتم توزيعها على العائلات وعلى المتضررين حسب الاحتياج من مواد غذائيه، ايضا من افرشه واغطيه، وايضا من ادويه ووسائل طبيه.